ومع أولى فقرات حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ حسين النينون، فاستقبلوه مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. نشكر الأستاذ حسين النينون على تلاوته العطرة آيات من الذكر الحكيم، وجعله الله من الموالين لأهل البيت عليهم السلام.